بسم الله الرحمن الرحيم. علي بن سعيد البيماني مخرج عمل فيلم الفخار موهبة الطين. بالأرض نسجوا حرفتهم ومن ترابها سدوا لقمة عيشهم في ذلك الزمان الغابر. الفيلم جاء بناء أو بين مجموعة من الأفراد المهتمين في إنتاج الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية. الفيلم يحكي عن حرفة قديمة في صناعة الفخار التي اشتهرت بها ولاية بهلة. الفيلم جاء بالتعاون مع أحد مالكي مصنع الفخار في الولاية، الأخ سالم الشقصي. أخذنا بعض التفاصيل عن الحرفة بشكل عام، ثم جلسنا مع بعض تناقشنا الأفكار المطلوبة في الفيلم، صنعنا السيناريو المحتمل للفيلم، ثم ذهبنا إلى مواقع التصوير، أخذنا بعض الصور، ثم رسمنا بعض اللقطات كستوري بورد للعمل. محمد بن سعيد التميمي، كاتب فكرة وسيناريو فيلم الفخار موهبة الطين. نحن مجموعة من الأفراد الذين المهتمين في إنشاء الأفلام القصيرة الوثائقية والروائية. قررنا عمل بعض الأفلام التي تعكس قدراتنا على في صنع الأفلام الوثائقية، ومن هنا جاءت فكرة لصنع فيلم الفخار موهبة الطين التي تعكس حرفة قديمة اشتهرت بها ولاية بهلة. من هنا جاءت فكرة الفيلم الفخار موهبة الطين. حتى تصبح جاهزة. غير أن هذا يشرب طاقة كبيرة من أجساده. من أهداف فيلم الفخار هو الكشف عن حرفة الفخار وعن صناعة الفخار التي اشتهرت بها ولاية بهلة قديما وحديثا، وما هي الأدوات المستخدمة في القديم مقارنة بالحديث. هو فيلم يعني أخرجنا الفيلم إخراجا تعليميا يستفيد منه الكبير والصغير، وكذلك من الأهداف التي جعلتنا يعني نصنع هذا الفيلم هو الكشف عن قدراتنا في صناعة المادة في الأفلام المختلفة، الأفلام الوثائقية القصيرة. كذلك أردنا المشاركة في بعض المهرجانات الإقليمية والدولية، مثل مهرجان أبو ظبي السينمائي، مهرجان دبي السينمائي، وكذلك مهرجان مسقط هنا في عمان، مهرجان مسقط السينمائي. من أبرز الصعوبات التي واجهتنا يمكن نفصلها في صعوبات مادية وصعوبات تقنية. حاولنا صنع لقطات متحركة للعمل، يعني لقطات فيديو متحركة، ولذلك احتجنا إلى مسار متحرك للعمل، فقمنا بصناعة مسار متحرك لوحدنا. كلفنا مادة يعني قيمة بسيطة وكانت نتائجه جيدة، إلا أنه أخر في إنتاج العمل لأننا اضطررنا إلى إعادة تصوير اللقطات يعني فوق يمكن 20 مرة، وكانت هذا يعني أحد أبرز الصعوبات. كذلك الصعوبات المادية وهي معروفة، وبعض الصعوبات مثل توفر الكاميرات الاحترافية وبعض الميكروفونات وغيرها. طبعا من أهداف إنشاء هذا الفيلم هو الكشف عن القدرات التي نمتلكها في إنتاج الأفلام الوثائقية القصيرة، ولذلك بدأنا في فيلم كفيلم فخار، وكذلك الكشف عن الصعوبات التي يمكن أن تواجهنا مستقبلا عند صناعة أي فيلم. الفيلم بشكل عام لاقى يعني صدى جيدا في الأوساط عند عرضه على الإنترنت، وهذا يدفعنا لمزيد من
العمل لإنتاج أفلام وثائقية أخرى، ولذلك قررنا في عمل بعض الأفلام التي نحن الآن بصدد التخطيط لها. طموحنا في المستقبل كذلك أن نشارك في مهرجانات عالمية، وأن تتصدر الأفلام التي ننتجها الشاشات، هذا بشكل عام. حتى تذوب حبيباتها وتتحول إلى مزيج ترابي سائل. هذا المزيج تمر عليه شمس صيفية لأسبوعين أو شمس شتاء لشهر، يصبح بعدها عجينة طرية تنتظر يد صانعها. من أهداف العمل طبعا إبراز هذه الحرفة، حرفة صناعة الفخار، كأحد الحرف القديمة التي يعني امتهنها أجدادنا ولا زال يمتهنونها حتى اليوم. كذلك بالنسبة لإحنا كطاقم عمل، أحد الأهداف هو إبراز القدرة على إنتاج هذه الأفلام القصيرة، وكذلك المشاركة بهذه الأفلام في المهرجانات السينمائية المحلية، مثلا مهرجان مسقط السينمائي أو بعض المهرجانات الدولية مثل مهرجان دبي السينمائي أو مهرجان أبو ظبي السينمائي أو غيرها من المهرجانات، وبالتالي نشر ثقافة العمل أو هذه ثقافة العمانيين في العمل أو الحرف التي ينتهنونها. من تراب الأرض نسجوا حرفتهم، ومن ترابها سدوا لقمة عيشهم في ذلك الزمان الغابر. كانوا يحفرون الأرض بمعاودهم، يبحثون بين ثناياها، ينتقون تربة المدر والصربوخ. ثم ما أن يجدوا مبتغاهم حتى يحملونها بين أكتافهم وينطلقون بها مسافات طويلة. وفي المصنع أعدوا حفرة لتربتهم، يسكبون فتاتها وبأجسادهم يخلطونها، ولا يتركون ذرة منها حتى تذوب حبيباتها وتتحول إلى مزيج ترابي سائل. هذا المزيج تمر عليه شمس صيفية لأسبوعين أو شمس شتاء لشهر، يصبح بعدها عجينة طرية تنتظر يد صانعها. تأخذها يدهم مرة أخرى وتبدأ أقدامهم بعجنها حتى تصبح جاهزة. غير أن هذا يشرب طاقة كبيرة من أجسادهم،
دولابهم المتكون من صخرة مستديرة الشكل، يتصل بها عمود طولي ينتهي بخشبة مستديرة. يشكلون بعجينتهم ما يدور في ذهنهم، ثم يتركونها مرة أخرى للطبيعة تسحب منها الماء حفاظا على صلابتها وتهيئة لدخولها الفرن. هلعا يستيقظون على صوت الرعد وينطلقون هريعين نحو فخارهم المركون خارجا، منادين أهل قريتهم ليساعدوهم على إدخالها في غرفة مبيتها. حتى تجف فخاريتهم كانوا يشرعون نهارا إلى السيوح والجبال بحثا عن شجرة العزبق التي حالة ما تلتهب بنار رطيبة في الفرن الفخاري. فرنهم الذي هو بناء طوبي مستدير الشكل تعلوه مدخنة بسيطة، تشعل النار من تحته ثم يلتهب سعيره ليحوي كل مصنوعاتهم ليومين كاملين، وبها تكون قد نضجت. بعدها وبأسبوع تراهم يعلقون إبداعهم على غصون أشجارهم ليشربوا منها قطرة من ماء بارد يطفئ تعب أيامهم ويزرع فيهم أملا جديدا للاستمرار. في مصنعه الجديد سالم لا يزال يمارس حرفته بشكل آخر، لقد تغيرت طريقة حرفته، اختصرها بآلات العصر وتقنياته. أصبح مصنع سالم أكثر إنتاجا من قبل. صناعة الفخار من الصناعات التقليدية القديمة في ولاية اشتهرت بها ولاية بهلا منذ قديم الزمن، فتوارثها الأجداد عن أجدادهم وورثوها لأبنائهم، والأبناء بدورهم أيضا يتوارثها جيل من بعد جيل، حيث هذه الصناعات وجدت منذ القدم في الحفريات وغيره، وموجودة في كثير من الأماكن والبقاع الأرض. ناس من شرق وغرب هذه وقت المعيانة الحار ملال سحون قرور، هذا ما الزب ما الحميس شلوه انه يتحمر ويديهم من هذا الجبل فإنهم يسيوا الشحوم ويسيوا حميس يبخروه بخاير لك العصر. الطرب المتزايد جعل سالم يطور من وسائل الصناعة،
هذه المعدات تقوم باستخراج التربة بشكل أسرع عشرات المرات. حالما تصل التربة المصنع، يخلط سالم التربة بالماء، ولكن ليس بيده هذه المرة، فبمروحة كهربائية كبيرة يقوم سالم بالإشراف عليها بين الفينة والأخرى. أما ديك اليوم ها، أما اليوم عاد الراحة جت، عندي مروحة ضربة، سوي 4 عربايل صفي. أيضا ماكينة تصفية الخلط أيضا اختصرت الوقت، تعطيها كمية يمكن في حدود 600 نص طن، تخلط لك في 3 دقائق بالنسبة للمدر، أما بالنسبة للصاروخ يجلس تقريبا 2 ساعة 3 ساعات تخلطه. بعد 3 ساعات تقريبا من الخلط المستمر، يفرغ سالم المزية التراب في بورك صغيرة استعدادا لتجفيفها. يقوم سالم بضخ المزيج الترابي في آلة التجفيف. يدخل المزيج عبر أنبوب موصول بالآلة مباشرة، ثم تقوم الآلة بتكثيفه وضغطه 4 ساعات تقريبا حتى يجف الماء منه ويتحول إلى عجينة. يستخدم سالم آلة عجن كهربائية تحول العجينة إلى صلصال قابل للتشكيل بكل سهولة. التجفيف كانت تستغرق معنا يمكن أسبوع مثلا في الشتاء، في الصيف يختلف، في الشتاء تتأخر تجفيف لأنه الجو بارد كذا، في الصيف تجفيف يجي أسرع. الآن في بالوسائل الحديثة تجفيف ما يستغرق إلا 2 3 ساعات وأصبح أنه جاهز للتصنيع. أيضا مرحلة العجن مرحلة الآن، في السابق كانت طبعا صعبة بالأرجل، أما الآن عن طريق الماكينة تسويها دورين ثلاثة خلال 1 ساعة أصنع. بعدها يستخدم سالم دولابا كهربائيا لصنع الفخاريات وتشكيلها وتحسينها. تستغرق صناعة جحدة فخارية واحدة قرابة 3 دقائق بالدولاب الكهربائي. ثم تترك المصنوعات خارجا لتجف قرابة 1 أسبوع كامل. الدواليب اختصرت لك كثير من الوقت، كنا عن طريق الأرجل إجهاد، عن طريق الأرجل إجهال، عن طريق اليد تركيز كذا، أما الآن عن طريق الكهرباء الدواليب الكهربائية. فالحمد لله يعني الآن متاح يقدر للجميع أن يتعلم هذه المهنة بيسر وسهولة، حتى يقدر الواحد يفتح محلات ويسوي فيها دولاب، يسوي فيها فرن، ويصنع حتى في مكان صغير بسببه، بسبب توفر هذه الآلات وصغرها وسهولة نقلها. يحرك سالم الفخاريات بفرنين، الصغير وهو كهربائي المصدر ولا يتسع إلا لأوان صغيرة. وفرن كبير يستمد حرارته من الديزل يتسع لكل أحجام مصنوعاته الفخارية. فرن الديزل شبيه بالفرن القديم، إلا أنه يستمد حرارته من الديزل الذي يتدفق من أحد جوانبه محترقا، ثم يتوزع اللهيب إلى أعلى
لتهبط الحرارة المنخفضة إلى أسفل وتخرج من المدخل. يصف سالم المنتجات الفخارية في معرضه بشكل مرتب وجاذب، تعطي انطباعا جيدا لزبائنه. أسعار الكبار 9 ريال، متوسطات 4 ريال، هذا سعر الجملة. ويبدأ ببيعها على طريقة الجملة أو الحبة الواحدة. كم كمية؟ الماضي كان الإقبال بسيط، وكاد السؤال عن هذه المنتجات ما هو المطلوب، لكن الحمد لله الآن بدأ السؤال، بدأ الناس تعي إلى قيمة الفخار. ويقوم أيضا بتسويقها عبر الإنترنت في موقع خاص يعتمد على تمييز معين. ما حابين الشباب اليوم، ما حابين الشباب، ما باين هذا العمل، فإنه يقول هذا العمل ما يمشي. هذه رسالة يجب علينا أن نسلمها إلى الأجيال الثانية. بخلاف أبي، سالم متفائل جدا بأبنائه حتى يرثوا منه حرفته، ولكي تبقى من بعده لأجيال أخرى يطورونها بأسلوبهم. أجدادنا رسموا حروفا لا نحيد عن نهجهم، ونهج الله في آية العمل أن سيروا فاعملوا فسيرى الله عملكم، ففهم الأبناء حرفة الأجداد. أشكر برنامج فكرة لإتاحة الفرصة لنا في الظهور ومشاركة العمل في المستوى الإقليمي ومستوى السلطنة، يعني شكرا جزيلا.